جماعة، خلال سفرياتي حوالين العالم كله، كل دولة مختلفة عن التانية، لكن فيهم حاجة واحدة كومن ما بينهم كلهم، التونة. التونة في روسيا هي بالظبط التونة في أمريكا، التونة في البرازيل، كلها صنع في البلد اللي احنا رايحينها دلوقتي، تايلاند. تايلاند بلد مأكلة العالم كله تونة. تايلاند عندها أقدم ملك في العالم، ملك من 1946 وبيقدسوه جدا. تايلاند بلد جميلة جدا، خلينا نروح كده على الخريطة نشوفها ونرجع تاني. زي ما احنا عارفين ان الديانة الاساسية في تايلاند هي الديانة البوذية. من اشهر الحتت اللي لازم اي سايح هيروح بانكوك العاصمة التايلاندية لازم هيعدي على تمثال بوذا اللي عنده 4 وشوش. انا اول ما قالوا لي لازم تروح لازم تروح قلت بس ده تمثال كبير جدا زي ابو الهول فظيع، لان كمية السياح بيقول لك الاف السياح بتروح. رحت لقيت تمثال صغير جدا قد كده محطوط لي 4 وشوش، ولكن الاف السياح بيروحوه والاف الناس تاخد صور معاه. دي حاجة غريبة جدا، ان احنا يا جماعة لازم نعرف قيمة بلدنا، ولازم نعرف قيمة الآثار اللي عندنا، ولازم نعرف ان احنا عندنا حاجات كتيرة جدا. البلد الوحيدة في العالم اللي عندها آثار من اول سنتيمتر فيها لغاية اخر سنتيمتر فيها، يبقى ده على طول يخلينا ان احنا لازم نهتم ونجيب ملايين بل مليارات السياح عندنا كل سنة. مرحبا بكم يا جماعة في تايلاند، في معبد من أكبر معابد لبوذا هنا في تايلاند. كل اللي انتوا شايفينه ده ناس ميتة يحرقوهم ويحطوا رفاتهم في علبة بيسيبوها. حاجة من الحاجات اللي أي حد هيروح تايلاند هياخد باله منها كويس جدا، حب وعشق التايلانديين لملكهم اللي موجود قدامنا على البات التايلاندي وهي العملة التايلاندية. ليه بيحبوا الملك بتاعهم وليه بيعشقوه؟ مش بس عشان هو أقدم ملك في العالم ومش عشان هو حامل بوذية، ولكن يقولك الملك التايلاندي أي حتة بيروحها الخير يجي معاه. الملك التايلاندي بيعشق التصوير، تلاقي كل صورة موجودة في شوارع تايلاند وهو معلق الكاميرا في صدره. ملك بيروح أي حتة يروح مصورها وبعدين يديها للمستشارين بتوعه ويقول لهم هنا هتحطوا مشاريع كذا وكذا وكذا وكذا، هتقولي الصورة دي بالظبط كمان أسبوعين أشوف عملتوا إيه فيها، كمان شهر كمان شهرين، بيقعد متابع كل حاجة هو بيصورها. ملك الناس بتحبه عشان فعله، يا رب ربنا يرزقنا في حد في مصر بجد بيفعل ولا يتكلم كثيرا. دينا نشوف. الكلاب والقطط والفيران بتاعت فيتنام، تايلاند القصة مختلفة تماما. بياكلوا جميع أنواع الحشرات، عقارب، صراصير، ضعضيع، خنافس، كل اللي ممكن تتخيلوه ولا تتخيلوه موجود في تايلاند، وكل واحد وليه سعره. هنا بيبيعوا خنافس وحاجات، الناس هنا كلها قاعدة في الشارع عم تتبلك. سيم سيم، يعني هو هو
ده شعار تايلاند في كل حتة هتروحها هيقول لك سيم سيم، ده أحسن ولا ده أحسن سيم سيم. لما سألت مستشار بتاع الملك بلدكم ازاي اتغيرت، قال له ان هي سيم سيم نفس الحاجة، بس عرفوا يستفيدوا منها بلدهم، عرفوا يستفيدوا من شواطئها، عرفوا يستفيدوا من كل الشوارع وكل البيوت القديمة وكل القصور الملكية اللي هناك. عشان السياحة لازم نستفيد من حاجة زي كده يا جماعة. احنا عندنا بلد فيها ثروات كتيرة جدا، عندنا حاجات كتيرة جدا لازم نستغلها، بس يجي يسألنا نقول له بلدنا كانت سيم سيم بس ديفرنت، مختلفة. خلينا كده بجد نبقى مختلفين ونحس بقيمة بلدنا دي. في مصر احنا عندنا في سيخ هنا جميع انواع الحاجات معمولة مفسخة. كان حاجات من الحاجات قلت لهم انك انتوا عندكم احسن بلد في الدنيا بتدي تونة لكل العالم، حتى راح ضحك وراح قال لي طب انتوا عندكم بحيرة ناصر ليه ما بتستفيدوش بيها بالسمك؟ ليه بتقولوا ان هو السمك توحش فانتوا مش عارفين نستغله؟ لازم نستفيد من كل حاجة عندنا في مصر يا جماعة. تخيلوا بحيرة ناصر دي سبناها لتايلاند سنة واحدة، هتعمل ايه فيها في السمك اللي فيها؟